بيجي وبسألك شو قصتي مع السؤال عندها أمامك الفيديو، إذا بيجي وبسألك مين أكثر بطل من سي بلعبة موبايل ليجنز، راح أقول لك البطل أولوس. أولوس واحد من الأبطال المرعبة حاليا، بس هذا البطل من سي. ليش من سي؟ لأنه العالم عم تلعبه بطريقة غلط. اليوم راح أرجيكم قديش أولوس مرعب. فأكيد أكيد أكيد لا تنسى تحط اللايك وتشترك بالقناة إذا حتى هلا ما اشتركت، وفعل زر الجرس ليوصلك كل فيديو جديد. أما هلا خلينا نبلش، يعني أتمنى إنه يخلوني جنجل. هلا الخمسة اللي معي حيطلبوا جنجل. Please pick a hero. Let's go. في ضدنا تشيب صراحة، يعني تشيب مزعج جدا إذا بيعرف يلعب فيه، وإذا الفريق اللي معه مصحصح. داي أشلون يعني عندهم في عندهم برونو جنجلر كمان. بالغلط يمكن. راح يخربوا على بعض يا شباب. جيتك جيتك جيتك. ما بدهم، خلاص بدهم يهربوا. خلينا ناخذ ترتل وبعدين نكمل مشروعنا الوطني بالفارم. ما في داعي لكفر للترتل يعني، ولا شو الموضوع؟ طول لي بالك، هدي لي حالك. تعا تعا تعا، وين رايح؟ هرب والله سريع سريع. هالكور صعب ينجا. برونو شو بقى معصي؟ تعا 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 لك تعا 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 يا حبيبي تعا. تشانك شو بدك انت الثانية؟ لا بدي الكل انا. ما عاد شفنا، بس خلينا نشوف وينه. طلع للتوب يمكن. روح لك، روح مبوش. روح اعطيها، روح جمع جولد لك. حلوين. شو مالين اخبارك؟ احوالك ان شاء الله امورك تمام؟ لا منين اجيت انت حجين؟ فتح قلت الشاب، فتح قلت مالي منتبه. شكرا. تعال تعال انت كتير اخذ وجهه. تعال تعال لكم، تعال تعال حاجتكم حاجتكم كتير يعني كتير كتير حاجتكم. تعا تعا لك تعا. بلشوا يخافوا، بلشوا يخافوا الشباب. شو بدك انت؟ وين رايح؟ قاعدين يا زلمة. لا 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 لا، فتح قلت فتح قلت فتح قلت، خليني ارجع. جيت اخذ كلاتي يا شباب. هاي هي هاي هي الشت داون لإلي. وين رايحين؟ تعالوا تعا تعا تعا، لا تخاف تعا لا تخاف. خايف الشاب، الشاب خايف كثير شكله. تعال قدامي حبيبي حبيبي من التور. مينيتور غبي، اقسم بالله مينيتور غبي مينيتور غبي غبي بشكل مو طبيعي. مينيتور قولكم شي كلمة. شو وين معلم؟ معلم شغله سايبه انت شو؟ انتو شو؟ لا 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 هيك كتير هيك كتير. طولوا لي بالكم طولوا لي بالكم طولوا بالكم. ما عم يطولوا بالهم يا شباب، احكوا لكم شي كلمه. طولوا بالكم عم نقول لك اطول بالك وانت تعال لك تعال تعال.
عادي نازلة ضرب من ورا. عدي عدي ما عم لسه واقفه ورا عم تضرب. شو عالم ما عم تستحي. هو ايه طولوا بالكم، ما توقعت كلكم هون يا شباب. ما عاد شفنا ما عاد شفنا، خلينا نشوفه. تعا تعا انت شو بدك؟ اتركوا ولا شو بدك؟ شو بدكم؟ شو بدكم؟ شو بدكم؟ طيب بس هيل شوي، هي هي اللي بتقعد بتضرب من ورا بدي اتخانق معها. طيب تعي تعي ما خليك ترجعي، ما خليك ترجعي، ما خليك. يلا روح وصلوا المينيونز، خلينا نبوش. شو معلم؟ شو يا معلم؟ تعال نشوف وضعك انت. لا بس بدون الفينجنس، طول لي بالك بدون الفينجنس. هلا تعال الفينجنس بيروحني، المشكلة هي المشكلة. فا وقت كبس الفينجنس ضرني. تعال تعال انت مو جنجلر تشتغل بعد الدوام. تعال لا تاك تا حتى انا بضرب رتري. تعال انت عليك وعلى الويند يا زلمه. شو الكباس ويند؟ فرحان في حق بحاله. شو انت شو عم تسويهم؟ ضيق مالنا متجهزين لك كنا. طول لي بالا كنت له اتش بي. لا هيك ما اتفقنا. هيل 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 لك هيل هيل روح. هذا هو اعطيني الفرد. بما انه هلا الامورتاليتي بدها شوية وقت لترجع، ناخذ الفرد دمج زيادة. تعال انت شو بدها؟ لا يا اخي الفينجنز، الفينجنز بيقتلني، ما بقدر اساوي شيء بالفينجنز. الفينجنز هي الكاونتر، كاونتر اولوس الفينجنز يا شباب. بدكم تكونتروا اولوس خذوا فينجنز، غير هيك ما بتتكونتر. واذا بدي اوقف ضرب قدام الفا بيقتلني. حلوه في حدا بالبوش يا شباب ما شفتوه؟ والله ولا شافوا الشباب. طول بالا لك، طول بالا. تعال انت انت زعجني من اول الجيم. تعال لك موت. لورد شو وضعه؟ نص. هذا هو عادي يا زلمه. تعا 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 لك تعي لا تخافي لك تعي سريعة. التانكين واقفين وراي. يلا يا شباب حابين تبلشوا تيم فايت اليوم؟ ابلع. تعال انت الثاني. فين ايه؟ تعا تعا انت من قدامنا على اساس غدرة وحركات. تعال لك شايفك شايفك بس عايفك يا حبيبي. تعال 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 تعا 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 لك تعا. يا طيب سريع شباب كلهم سريعين اللي ضدنا. علي الحلال الحق. لا بس ما مو هيك. هو بارك هو بارك انت الفينجنس تبعك. لا تعال بدون فينجنس. تعال تعال ارجيني حالك بدون فينجنس. لسه بيكبس لي فينجنس وبيجيني. شو بدك انت؟ هو عمو اللي معنا اغبياء. اقسم بالله التانكين اللي معنا اغبياء.
رح يربحوا. مين اخذه؟ انا. والله اني مرعب. ميليسا اشتغل شي بحياتك. ايه روح اشتغل شي بحياته ميليسا، ساوى شي بالجيم اخر شي. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، ساوى شي ميليسا بالجيم يا شباب. الحمد لله، الحمد لله انه ساوى شي بالجيم ميليسا. لاحظولي قديش الدمج، لاحظولي قديش الدمج تبعي به، لاحظوا. والجيم مو انه والله 5 دقائق 10 دقائق، الجيم ده يا املي هاي الجيم 21 دقيقة. يعني مثل ما شفتوا عن جد اولوس هو بطل كتير 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 مظلوم، بس لازم تعرف تلعب فيه صح. الفكرة انه بالايرلي جيم حاول تتجنب التيم فايت اللي مالك ضامنه 100%، حاول فرم وبعدين شوف اولوس شو بيقدر يساوي بالجيم. فاذا انت شخص عم تعاني بالرانك انا بنصحك تتعلم على اولوس، تتعلمه صح، تلعب فيه بالبيلد الصح، مو اتاك سبيد وانما كريتيكال دمج. لازم تجمع بين الاثنين، مثل ما شفتوا البيلد تبعي جمع بين اتاك سبيد زائد كريت دمج، وتجمع بيناتهم دمج اولوس بصير كتير مرعب. كاونتره الوحيد هو الفينجنز. اذا حدا ضدك فتح الفينجنز حاول هروب بعدين رد ارجع لعنده، لانه الفينجنز مثل ما قلنا اكبر مشكله بالنسبه لاولوس. ويا بادو الفيديو تبعنا اليوم اتمنى انه عجبكم، اكتبوا لي تحت رايكم باولوس، واذا حابين تشوفوا جيم كامل بدون اي مونتاج لانه كان على البث المباشر فبتلاقوه بالبث المباشر تبع امبارح يلي كان بث المباشر تبع يوم الاحد، لعبت فيه جيم اولوس وفيكم تشوفوا شلون تحركاتي بالخريطه بحيث انه دائما اقدر فرم حتى لو كان الفريق تبعي عم يفيد. ويب اكيد 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 لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد. كان معكم وسام، شوفكم الفيديو الجاي. سلام.